بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية طبعا احنا النهاردة في يوم عظيم، المولد الشريف لسيدنا رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية والعربية بخير دايما بإذن الله. يعني في البداية بحب أتوجه بالأول بالشكر لله سبحانه وتعالى أنه أنعم علينا نعم كثيرة جدا جدا. يعني كمان احنا من حوالي يمكن 4 سنوات تقريبا التقينا مع حضراتكم ببرنامج انتخابي، اول مرة تحصل في تاريخ النادي الاهلي ان يكون في مجلس ادارة بيتقدم لخدمة النادي بس يحطوا برنامج انتخابي فيه وعود انتخابية وفي رؤى وفي افكار وفي استراتيجيه علشان النادي الاهلي. طبعا ده النادي الاهلي حجمه كبر جدا جدا، يعني بفضل حضراتكم بفضل جماهيره بفضل كل المجالس الادارات السابقه اللي من 1907 لغايه النهارده كله بيبني وكله جيل بيسلم جيل لغايه ما نقف النهارده النادي الاهلي الحقيقه في موضع رياضي واجتماعي وثقافي، يعني مش عايز اقول بينافس اكبر الانديه اللي في العالم. فانا بشكر الجميع.